صباح الخير يا سندس. نعم، حضرتك منين؟ أنا قاعد في الجيزة وقاعد في الأقصر وقاعد في هنا وقاعد في الغردقة. أصلا استغربت بتقول اللي حاطط صورة بنته أو ابنه، عادي يعني، إيه المشكلة؟ بص يا جماعة، باختصار شديد قوي الراجل ده طالع على أساس إن هو محتواه ديني، وكل ما يشوف واحدة حتى صورة بنت أو حتى صورة واحدة يبعت لها جيست إن هي تطلع معاه على المنصة ولايف صوت وصورة. فزنقته واحدة اسمها أم حمزة من شوية، أنا كنت داخل والله العظيم بالصدفة، والعمر أصلا بحب التيك توك والناس كلها تعرف إن أنا ما بحبش التيك توك. فالمهم قعدت تقول له إيه، أنا بخاف من، تخيل أنت بتقول له أنا بخاف من الحبوب، من الحبوب وبحب الإبر. يعني هي بتخاف تاخد حبوب أما تكون أنت تعبانة، لسه بتخاف حاجز تاخد دلوقتي حبوب أم حمزة وزيت يا وجعلها بطنها وبتحب تاخد إبر. هي عايزة تبين له يعني اتحرك بقى، أنا بديك رينج الشارع وراحة على الأربعة الواحدة بس. عشان تخش في الشمال، فاهمين إزاي؟ هي بتحب الإبر في التوت. لا ده دول كانت 2 من 10 دقايق. شوف أنت حجزت كام واحدة قبل كده؟ روان روان. لا اسمي جميل والله. الله يخليك. سمعت ام حمزه انا بتقول لك والله انا بحب الابر بخاف من الحب، جابتها العكس. استنى انا مركز شويه بس، قالت لك بخاف من الحبوب وبحب الابر، صح؟ مع ان العكس يعني، المفروض الناس بتخاف من الابر وبتحب الحبوب والدواء. في ناس بتخاف من الابر دي، بتخاف جامد. من فين يا بروان؟ انا والله مصري بس قاعد في الكويت. يا عم ربنا يعينك ويساعدك يا رب. الله يخليك. انا هختم معاك بقى وهقفل معاك عشان عندي شغل. هي لفه كده وانا حلفت العميل. انا بتخش تيك توك كتير. ها تعالى. العب يا بولا. اهلا وسهلا بالعطين ورود. انت عايز ورود؟ ده انت عايز ربط الكرفس. اللي بعده. انت بتعمل ايه ما شاء الله؟ انت عندك كام سنة سكر؟ عندك كام سنة يا سكر؟ كم؟ شوف نظر هنا. شوف يلا ننام. يا عم مش عايزين نغني، يا عم مش هغني، يا عم قلت يا عم مش عم رحتنا محني الصبح وز محني. يا عايز اغني اغني مش عايز صوتك. اللي بعده. حد ما لابس الحجاب ليه؟ انت مال اللي جابتها؟ انت مال اللي جابتها؟ تمام، وانا لابسها فوق دماغ امك. ها استغفر الله العظيم. بص انا قلت لك شيل التوك توك من مصر، قطعوا النت عن مصر. هي اللي مش مهتمة اسمها عشان كده مش بتجيبها شعر الفؤاد وفعلا. اللي بعده. دول شقطوه شقطوه، عارفين انت شقطوه؟ اللي بعده. سمعينا صوتك. البلاجات يعني اصلا شكلهم مش عارف. نعم يا بدو. نعم يا بدو. نعم يا مو ايه؟ نعم يا مو محني. نعم يا مو محني. عليك. لا يا عم، وانا عليا ليك. اللي بعده. حلو المحتوى ده. حر نار. بيقول لك باح النور. باح المحني. اللي بعده. ما علينا من ده. عشان انت بس في بما انك المنصوره في مصلحه كده حلوه بقى، بما انك المنصوره في مصلحه حلوه، انت فين المنصوره؟ ايه؟ اه قوي. ايوه مش صح، ايوه بعيد انت عن الحوارات دي. ايوه نعم يا فنان. نعم في مصلحه حلوه. اسمع مين في مصلحه؟ عمك الحاج برديري. لا
مين ده اللي قاله حاول وحبك الله يحرقك ويحرقه. اللي بعده على فكره دي لفات لايفات وحياه كتاب ربنا داخل بالصدفه كده. شفت الحلوه المنقبه دي؟ واحرق بجوز وسط. نعم. بيوتي عماد بتعصب. والله عظيم. شكرا. من فقوس. أنا بعيط. أنا بضيع يا دي. مالك يا وليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مكاني حاجة، أنا اللي جابت الكورس، أنت بقى اسمه حاجة. مش نافعة أصلاً. هقول لكم قصة حمزة ده شوية كده. أبو حمزة دي ولا اسمها؟ أنا دخلت اللايف. شوف 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 لما تصحيح على وجهك ده هي تشيل تشيل منظري أنت وهو المخلص. وعبد الثالث عمر تكفون شفته مالي العوض كله كله قصة تجارة تاجر يا معلم. هو سايب ناس بتشتم؟ لا احنا خلص يا باشا. حط الهديه وكل مهلبيه. هو التيك توك ماشي كده. هاي يا ولي كل التيك توك بقى تحديات كده يا سواد الحلوه. مالك يا محنو قاعده كده ليه؟ الحمد لله أنا بخير. أنا كمان الحمد لله بخير والله. تمام والله تمام. شلوني يا روحي يا محني يا صباح الأنوار. يا هلا والله يا مرحبا الساعة. العيد عبارة عن نوم. العيد عبارة عن شغل ودوام. دوام وشغل. عايز تقلي لسانة على أي طريقة. ولا عارفة تبقى مصرية ولا عارفة تبقى سورية ولا عارفة تبقى خليجية ولا حاجة خالص. السواد السواد يا على اللي احنا بنشوفه النهارده. ده هو الاحمر الرخيص اللي احنا بنحكي عنه. هنزل لكم الفيديو هنزل لكم الفيديو. شايف 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 وصلنا لفين؟ شايف وصلنا لفين؟ انا هنزل الفيديو زي ما هو من غير مونتاج. معلش معلش معلش. العيش الشمش هشمشه هشمشه قبل ما تنام بالليل. ايوه وبعدين تحطهم في شويه ميه تنشريهم. ايوه وبعدين تملكيهم هرصه قليله كده. ايوه وبعدين تغطيهم وبعد كده عليهم. هات الفلفل يا ولد هات البندق يا ولد. امسحيها امسحي الرساله والقلب وخليها. شوف التحديات شوف 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 التحديات والمسخره اللي في الوادي اللي احنا وصلنا له. ماشي احلى احلى صح. لا الحكم مده الجوله يا وبعدين اول ما بخلص الدوره بتطلعوا كده. ما بيخافوا من المنظر اللي بيشوفوه. يا روحني يعني. اللي بعده خلاص ما عادش لايفات. تحديات التيك توك بقى عباره عن تحديات واللي تقدم مسخره. يا رب يكون خلاص صح ويقفلوها الاوراق ده هي. نعم مالك يا حاج؟ هو طلعت عليا نومه ولا ايه؟ والله يجي شوف ايام سواد يا باشا. مفيش حد كده يخش يا ده. هو سكاي كده خلع مني كده يا سكاي. سكاي خلع منها كده برضه. سكاي خلعني. سكاي راح يخلع وجاي. مش خلع ده راح يخلع وجاي. مش عارف بيتزن ماله الانسان اللي قدامي. خير يا رب. والله يا جماعه بجد في ناس كده يعني اللي يسال سؤال ولا يتكلم في حاجه. ماشي يا بابا. الواد عايز يعمل كاكاو مش فاضي يقعد على التيك توك. والله يا ماما عايز اعمل كاكاو عايز شخ. لا يا محمد مش طموحك في الحياه اطلع مضيف الطيران عشان ده كان حلو. طموحك في الحياه تلعب بيراميدز. لا لا
صاحي بيبقى تفاحة دي جامعة أصلا، المفرد تفاحة مش هتجوز. نايمة على بطنها الزبونة بتتكلم، نايمة على بطنها عندها 15 سنة بسم الله ما شاء الله. مش فاكرة بس هما تقريبا كانوا 75%. لا شفت بقى هذا المحتوى، شوف شوف كل التيك توك بقى تحديات كده وقلة أدب ومسخرة. شفت الزبونة نايمة على بطنها بسم الله ما شاء الله، لا مستقبل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، سلام قال من رب الرحيم. مالك يا حاجة في حاجة؟ هلو ايه؟ بتقول يا ولي انت اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه يعني انت يا جماعه؟ ما بنكو لو شغلنا العادي دي لايفات. نام يا بيضة نام يا كتبوت، انت طلعت تدور على الرضعة؟ هتقولك بزازة يا اولاد. نعم يا حاج. نعم اسمع الخطبة، اسمع المحنة، اسمع المحنة. اللي بعده يا اختي يا بيضة. هاي بونجور، هلا هاو ار يو. هاي هاي يس يس نو يس. اللي بعده لا ده طلعت والله بجد شيء حصل. معلش يا بيض بس الناس بتجيب في سيرتك منك حلو. لا مش صح. اللي بعده باشا عمك الحاج اللي كان بيقول مواصفات دي اللي عارفه اهو. السلوني فوتو لعندي. اللي بعده مكوين النمر عمل معاك الصح. النمر عمل معاك الصح الصح، الواد نمر ده فظيع. محدش عايز يعمل معانا الصح. انت مين اللي هيعمل معاك الصح بالتوتة المنتنة بتاعتك؟ اللي بعده صباح النور. يا صباح الزفت والغم والاطران على دماغكم. يا هلا يا هلا، شكرا يا مازن على المتابعة. شكرا على شكرا يا مازن. حصلنا على الخاص يا ولد. هاو ماتش انت هتدفع كام؟ وتدعي على الخاص. سيرين ماشي. نعم الله عليك. ايوه قلت له لو انا شتمت كده انا اللي هتحزن مش هو. طلع ان انا اتحذرت وعشان هو معايا. معلش يا بيض قلت بعد كده مش ويا ابني اصلا زي شارع تبوخك احلى شعب العالم. اوكي نحن لها احلى وارق وارق وافشخ شعب. ها وليه؟ وليه الله يهديك افشخ شعب. اللي بعده نعم ثانك يو ثانك يو. العرب فيهم نجاره فيهم كرم. العرب فيهم كرم بيحطوا هدايا ويطلعوا الخاص كلهم كرم. خالد خصوصا اخواتنا بتوع الخليج. اصحاب كرم. ابو يوسف. نعم ابو يوسف اطلع خاصة ابو يوسف انا جاي وراك. لا 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 سبحان الله. حد الاكونت بتوعي دي. انا اكونتي داخل على نص مليون. بسم الله ما شاء الله الاكونت بتاعها داخل على نص مليون. بشعرها اللي ضرباه في الخلاط ده.
انا من لبنان. وانا من تركيا. سلام. دي من لبنان؟ سلام. اخ انا عشت 8 سنين في لبنان ما شفتش حد بالشكل ده. نعم يا حاج. حاجة السلام عليكم. طب اللي بعده ايه؟ ايه؟ من بنها. من بنها يا جدعان. من بنها. من بنها كله. يا عزيز يا عزيز. من بنها. انا من اسيوط. انا من اسيوط. اللي بعده. تمام. هتيجي هاجم قبيلك بس وانت تتحركي. شفت الشيخ ابو دقن بقى احط التليفون مقابيلك وانت تتحركي. عايز اشوف جزمها الشيخ ابو دقن. عايز اشوف الحاجات والمحتاجات. عايز اشوف البضاعه. صباح الله يا جماعه. اللي بعده. علي ويلكم. اللهم لا اعتراض على اللي احنا بنشوفه. يا رب سامحنا والله العظيم. ما هو تنمر ولا اعتراض على خلقك يا رب. بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اللي بعده. طب انك داني حق انا القاضي حق عني. طب كام يا عم قالوا لي يعملوا ايه؟ طبعا قالوا لي راحوا يعملوا ايه؟ ما عارفين شايفين ده. شو هذا؟ لا اللهم لك الحمد. احنا متربيين على ان الكبسة ولية الخروف. يا رب ارحمنا يا رب. تكبير شايفين 380 دي؟ نضغط على الشاشة كتير. هو نضغط على الشاشة كتير. اوي 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 اوي. عايزين لايكس مكتوبة فوق. لو خليناها 5000 مكتوبة فوق. ها اخلع لكم مال. لو خليت اللايف 5000 فوق اخلع هطلع لكم على الخاص على طول. قولي لي. انا خصم بطاطا. انا خصم بطاطا 10 مرات بس تقولها بنفس الطريقه اللي انا بقول بيها دي. يا لهوي ده انت قاعد ايه؟ انا هروح اقلدك. انا هتلخك لو كتبتك. ارحمنا يا رب. المره الجايه لو كتبتك ارحمنا يا رب. لوخ ده انا. شفت السندوتش عباره عن ايه؟ ها بيبقى فيها بقى ايه؟ ايوه كتير زي ايه كده قولوا لنا. ها انت مش فاهم ايه؟ لا مش فاهم والله. افهم من ايه؟ انا ما باكلش الحاجات دي. هو كيس خبز؟ بصوا انا باكل كيس خبز فيها فول وبتنجان وعلبه جبنه. قد علبه الكبريت بتاع زمان دي بعملها لاربع سندوتشات كتير. وبصل. والله ده فيها بصل. والله العظيم فيها بصل. تصدق فاجئت. والله العظيم فيها بصل. وحياه ربنا فيها بصل. ايه تاني؟ ها